النهارده بنلتقي بالطالبة رحاب علي شعبان، ابنة الوادي الجديد والحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة الطالب المثالي وأسرتها. رحاب، قولي لنا، أنت حصلتي على المركز الأول على مستوى الجمهورية إزاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الأول أنا أحب أعرفكم بنفسي، أنا رحاب علي شعبان علي الحصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية. أنا بحب إن أنا أتصفح الأخبار وبحب أتابع المعلومات الجديدة، أحب أعرف كل حاجة في الدنيا دي بتحصل إزاي. أنا رحت المسابقة وأنا جوايا أمل كبير إن أنا ممكن أحصل على مركز من المراكز دي، وبصراحة ده كان بالنسبة ليا شرف، شرف ليا وشرف لأهلي وشرف لمحافظتي وشرف للعائلة كلها إن أنا أحصل على مركز زي المركز ده. الأول أنا في البداية حبيت إن أنا أعرف إزاي أحصل على مركز زي كده، استعنت بالأخصائية الاجتماعية بتاعتي في المدرسة، قالت لي تصفحي الأخبار، قلت لها بحب أتصفحها، بقيت بفتح مواقع كتير على الإنترنت وبجيب قنوات أخبارية على التلفزيون وبتصفح الأخبار وأقراها وأفهم كويس، وبعد كده بقيت اجيب المعلومات العامة اللي حصلانة يعني، واعرف كل حاجة موجودة في الطبيعة وفي الجو وفي جسم الانسان وفي كل حاجة. وبعد كده انا بقيت بشارك في انشطة متعددة في المدرسة، شاركت في انشطة كتيرة واخدت شهادات كتيرة، والمدرسة كرمتني والحمد لله يعني ان انا وصلت المركز زي كده. طيب، انت حاليا دلوقتي رؤيتك ايه اللي بيحصل في مصر دلوقتي؟ رؤيتي اللي بيحصل في مصر ان هي يعني زي مصر بتحاول ان هي تعدي عشان توصل لبر الامان، واحنا ان شاء الله احنا ابناء المستقبل ده هنقدر ان احنا نخلي مصر توصل لقائمة الدول المتقدمة، وكمان تبقى اول واحدة فيهم، هنطورها وهنخلي كل الناس تحكي عنها، لان مصر سبق اطلق عليها ام الدنيا، لان هي فعلا ام الدنيا. لو هي مش ام الدنيا ما كانتش عملت اللي هي بتعمله دلوقتي وما كانتش حاربت. وبتمنى ان احنا نعدي الدستور ده بخير، ما يبقاش بينا خونة انه يحاولوا يبيعوا مصر، لان احنا فعلا فعلا ممكن بايدينا احنا نوصل لبر الامان. طيب، أستاذ علي والد تلميذ رحاب، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. حضرتك قول لنا، يعني إيه اللي كنت وفرت أجواء إزاي لأن طالبة رحاب بنت حضرتك إنها توصل للمستوى ده وتحقق مركز أول على مستوى الجمهورية، رغم إن إحنا محافظة نائية وممكن تكون ظروف تمنع وصول طالبة للمستوى أو طالب المستوى ده؟ يعني هو حضرتك معروف إذا كان دوت يعد من الإنجازات، فأنت حضرتك عارف أن الإنجاز لابد له من تضافر مجموعة من العوامل، العامل الفردي، وده الحمد لله متوفر في الحال من حيث الحمد لله رب العالمين، الموهبة من عند ربنا سبحانه وتعالى، وقدرتها على أنها تستوعب كل ما يقال لها وتحاول قدر المستطاع أن تنقله سواء بالسلب أو الإيجاب. العامل الثاني اللي هو العامل الجماعي، وده الحمد لله رب العالمين توفر في كل شيء حواليها في الأسرة هنا، سواء أنا أو مامتها أو حتى أخواتها الصغيرين، موفرين لها الجو على قدر المستطاع، بالإضافة لأن العائلة بقى كل العائلة هنا، هنا يمكن بيت عائلة، فكله شارك، كله ساهم الحمد لله في هذا الإنجاز، سواء إحنا أو أعمامها أو حتى جدها وجدتها، كله ساهم معاها، بالإضافة طبعا إلى الإدارة التعليمية اللي وفرت لها كافة الإمكانيات، مكتب التربية الاجتماعية اللي هو بالفعل أثبت للجميع كله إنه فعلا ماشي على الحياد والعدل والمساواة، لأنهم أول مرة شفوا الحال واختاروها، والحمد لله رب العالمين خلت المركز الأول على مستوى الإدارة وصعدت لتمثل المحافظة، وكانت بالفعل خير تشريف للمحافظة، والحمد لله إنجاز يحسب للجميع بلا استثناء، سواء الأسرة أو المدرسة أو الإدارة أو المديرية أو المحافظة بأتمها. طيب، والدة رحاب برضو في تعمل في هيئة شركة التربية والتعليم، يا ريت حضرتك تقول لنا، أنت الكلمة اللي توجهها لرحاب تقول لها إيه؟ لا أنا فرحانة بيكي خالص يا بنتي، وأتمنى ربنا سبحانه وتعالى إنك تفضلي كده دايما التوب ودايما في المراكز الأولى. هي الأولى على مدرستها من الحمد لله رب العالمين، الحمد ساعة ما دخلت متفوقة، المدرسة. متفوقة دراسيا الحمد لله من بداية دخولها، وإن شاء الله لحد ما تخلص فيها دراستها خالص وتفضل إن شاء الله كده بإذن الله. بحاول أساعدها دايما وبشارك أو بخليها تشارك في كل الأنشطة، وأوفر لها الجو المناسب في البيت والمذاكرة، بشجعها دايما على البحث والاطلاع، وأقول لها يا رب كده هو تحقق اللي نفسك فيه.
تكوني فعلا عنصر ناجح في المجتمع ده ونرفع من شأن بلدك. ان شاء الله. انا حابه نفسك تكون ايه لما تكبري تتخرجي؟ والله هم علشان شايفيني انا كويسه جدا ومتفوقه في دراستي فهم نفسهم ان انا اطلع دكتوره، بس انا طموحي ان انا اطلع مذيعه. مذيعه. طيب تقولي ايه لزمايلك وانت حصلتي على المركز الاول كطالبه مثاليه على مستوى الجمهوريه، تقول لهم ايه؟ توجه لهم رساله، تقول لهم ايه؟ بقول لهم ان لكل مجتهد نصيب، ومش معنى ان انا اخدت التلميذة المثالية ان انا اقدر اشوف نفسي عليكم او اتكبر، لا ده احنا في عناصر للنجاح تقدر تخليني افضل كده ناجحة طول عمري. بقول لهم يا ريت تشد حيلكم وتبقوا زيي واحسن مني، وان شاء الله كلنا نقدر نعمل اللي ما حدش يقدر يعمله. غير كده انا يعني برحب بيهم كلهم، لانه برضو كان في تشجيع جامد جدا من زمايلي وكانوا دايما بيشجعوني، كانوا بيتصلوا بيا يوم ما كنت مسافره وكانوا بيقولوا لي اعمل ايه وكانوا بيرحبوا بيا، واتمنى ان شاء الله السنه الجايه وفي كل السنوات نفضل كلنا كده اهوت مع بعض ونساعد بعض في كل حاجه ويبقوا زيي. ربنا يوفقك والف مبروك، وان شاء الله نشوفك برضو افضل مذيعه على مستوى الجمهوريه في المستقبل ان شاء الله. شكرا جدا لكم يا جماعه. شكرا.